السملالي عبد العالي، رئيس عصبة جهة قلميم واد نون للكاراتيه وأساليب مشتركة، عضو المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة. دورنا كرئيس عصبة ينبثق من المبادئ التشاركية وفق القواعد والقوانين الرياضية، خاصة القانون 3009، وكذلك القوانين المنظمة للجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة، وكذلك الأنظمة الأساسية لعصبة جهة قلميم واد نون للكاراتيه وأساليب مشتركة، وكذلك منبثقة من تطلعات وقواعد ممثلة في الجمعيات الرياضية بجهة قلميم واد نون. فيما يخص دور الرئيس، فالمادة 15 من النظام الأساسي للعصبة كتحدد دور الرئيس في تمثيل العصبة في جميع مناحي الحياة المدنية بصفته كممثل قانوني، كذلك يضمن التنشيط والتنسيق داخل العصبة، كذلك فهو يسهر على تنفيذ السياسة العامة التي يقرها الجمع العام، كذلك يسهر على تنفيذ التوجهات العامة للسياسة التي تقرها الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة، يسهر كذلك على التدبير المنتظم للعصبة وفق قواعد اللي هي محددة، وهي قواعد الحكامة الجيدة، التدبير المشترك التشاركي، وفق كذلك كي يستعن يعني في هذه المهام بمكتب مسير اللي كيسير عصبة جهة قلميم واد نون، وكذلك لجان اللي هي دورها استشاري، وبالإضافة كذلك تطلعات وكذلك اقتراحات الجمعيات الرياضية اللي هي الأساس وهي الهدف في هذا المشروع هذا اللي كتقرره يعني الجامعة والعصبة، اللي هو مشروع التنمية الرياضية. معروف سيدي محمد أمين مال عصبة جهة قلميم واد نون للكاراتيه وأساليب مشتركة، بالمهام التي أقوم بها داخل العصبة هي تدبير شؤون المالية للعصبة، كذلك تدبير ميزانية العصبة إلى جانب السيد رئيس عصبة جهة قلميم واد نون للكاراتيه وأساليب مشتركة، كما أقوم كذلك بالسهر على توفير جميع المستلزمات الضرورية لجميع التظاهرات التي نقوم بها داخل الجهة، وكذلك أقوم بإعداد مشروع ميزانية العصبة لعرضها على أنظار الجمع العام. مصطفى الكاميلي، الكاتب العام لعصبة جهة قلميم واد نون للكاراتيه وأساليب مشتركة. دور الكاتب العام كما تنص عليه المادة 15 من النظام الأساسي للعصبة يتمحور حول التحضير الانتخابات والاجتماعات العامة واجتماعات المكتب المديري، إعداد التقرير الأدبي وعرضه على الجمع العام للتحاور فيه والمصادقة عليه، إعداد محاضر ومداولات الجمعات العامة واجتماعات المكتب المديري، تنسيق أنشطة الأجهزة الجهوية للعصبة، وتتبع العلاقات مع الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة. أحمد أسرع، مسؤول جهوي عن تحكيم لعصبة جهة قلميم واد نون للكاراتيه وأساليب مشتركة. الدور ديالنا كيتجلى في نهج واحد الاستراتيجية اللي كتنهجها الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة، واللي كترجمها العصبة ديالنا على أرض الواقع، وهو التكوين المستمر للفئة ديال الحكام بالجهة عندنا هنا، والحمد لله حنا كنصور على إعداد ديالهم نظريا وتطبيقيا باش يكون تجويد هذه المنظومة التحكيمية والارتقاء بها إلى مستوى جد معقول. الحمد لله العصبة ديالنا كتزخر بحكام يعني قاريين وحكام وقضاة وطنيين وجهويين، كذلك حكام متدربين اللي كنسهروا على الإعداد ديالهم اللي غيقولوا إن شاء الله الكلمة ديالهم في المستقبل القريب.